انت مين وموضوع ايه اللي عاوزني فيه؟ انا محمد درويش، اخو احمد درويش الله يرحمه، وامانتك عندي. الست بخير، اخوي اللي اتجولت معاه على خطف الست ام غفران الغريب، خطفها وحافظ عليها في مكان بعيد كيف ما انت وصيته، واحمد ما كانش بيجي يزورك برضك كيف ما انت وصيته، ولما مات فكرت اجيلك، بس خفت لحد يراقبني وانا طالع من عندك ولا ياخد اسمي وبياناتي من دفتر الزيارات، فقلت اصبر. فضلت اعد في الايام عد لحد ما طلعت، وبرضك فضلت عيني عليك من بعيد لحد ما افهم ايه الدنيا. طب ولما جيت البيت لامك؟ دي كانت اكبر غلطه، دي فضحت الدنيا، دي قعدت تقول مين الست اللي احمد كان مخبيها وما ادري كيه وابصر ايه. لو كنت صبرت كنت هتلاقيني عندك. طب ويا فيه؟ نتفقوا الاول. نتفقوا على ايه؟ انا بخلص مع اخوك الله يرحمه وبخليه قبر 2 مليون جنيه من الاسكندريه قبل ما يعمل اي حاجه. عارف بس يعني المبلغ ده كان وقتها كبير، دلوقتي يعملوا ايه 2 مليون عشان نحمي بيهم مرة العمر ده كله؟ شوف، كلت بكام، شربت بكام، اتعالجت بكام؟ يا بيه ده انا كل سنه بفصل لها جلبيتين جداد، واحده في دخله الصيف والتانيه في دخله الشتاء. يعني بتغير في الاتفاق؟ ايوه بغير في الاتفاق. بص، طول ما انت كنت في السجن كنت بسال نفسي سؤال، اقول استناك لحد اما تطلع وشوف هتديني كام، ولا اروح لغفران وعصفور في اليد؟ وبصراحه يا بيه الطمع هو اللي خلاني استنى لحد اما تطلع عشان انصب المزاد، بس كان جوايا خوف اكبر، المره لو ماتت. ما هو اصل المره لو ماتت هطلع من الليله دي مالت. طب وعلى ايه؟ ما انا رجعها لغفران وخلاص. بس برضك يا بيه سبحان الله الطمع هو اللي خلاني استنى. ورحت الغفران؟ لسه، بس انا عامل حسابي لو كلامك ما عجبنيش هطلع من عندك عليه. عاوز كام؟ هي قعدت 20 سنة، قول السنة بمليون، اخوي وصله 2 يبقى الباقي 18. ها ايه الجول؟ ايه الجول؟ موافق، بس هتديني كم يوم ادبر فيهم الفلوس؟ لو كتير عليك قول لي، مش عايز اكون محمل عليك، اروح لغفران وخلاص. اتهدى وبلاش لقت الحريم ده. قلت لك اديني كام يوم ادبر الفلوس. ماشي، ده رقمي، مستنيك. بس يعني حاول تلحقني قبل شطاني ما يسبقك.